معي هنا في الاستوديو هبة الشريف الصحفية المختصة في الشأن الثقافي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة هبة. اليوم إذا ما تحدثنا عن يعني عدم إقبال على القراءة وعلى الكتاب، لطالما تحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن مقارنة بالسابق كيف تتابعين هذا الموضوع؟ إقبال الناس على تغير؟ تغير هلأ مع المبادرات الكثيرة صار في يعني وعي أكبر عند الناس بأهمية القراءة، بأهمية الكتاب، حتى عند الأطفال. حاليا في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في إكسبو الشارقة، في إقبال كبير جدا، حتى الأهل صار في عندهم وعي أنه أنا الطفل من عمر صغير أني لازم أعوده يقرأ. جميل. فبالعكس في إقبال من جميع الأعمار حاليا. وكصحفية هبة، بتشوفي أنه الإعلام وما يسلط على أهمية الكتاب وعدم الابتعاد برغم كل الوسائل التكنولوجيا الحديثة، إلى أي درجة دورها مهم جدا؟ دورها أكيد مهم جدا، مثلها مثل في أي مجال ثاني، ولكن يمكن الإعلام بيسلط الضوء مش بالشكل المطلوب. يعني بحاجة لأكثر تسليط ضوء على القراءة، على مثلا اليوم عندنا اليوم العالمي للكتاب، حسيت أنه يمكن مش كتير ناس بتعرف أنه اليوم العالمي مثلا الكتاب. كان لازم في احتفال أكبر، كان في يمكن جوائز، كان في توعية، ما كان هذا الشيء موجود للأسف. في لماذا هبة؟ يعني عندما تتابعين هذا الموضوع من بعيد، وكيف نتداركه على الأقل من غير بغض النظر عن الأسباب؟ يعني مش بثقافتنا، صحيح؟ يعني أن نحتفل دائما بيوم الكتاب، أن نركز على الكتاب، القراءة الأساسية، لذا يقال ربما عنا بأنه أمة اقرأ لا تقرأ. لا، هي أمة اقرأ تقرأ. أنا هيك بشوف، بس بحاجة يمكن لفترة أطول. يعني بحاجة لوقت أكثر كمان، بتوقع بالسنين الجاي رح يكون حتصير فعليا أمة اقرأ تقرأ، يعني مش بس جملة بنحكيها وبس. يمكن في تحديات كثير بتواجه هو القطاع نفسه، قطاع الثقافة، قطاع النشر، القراءة، في يعني تحديات كثير كبيرة، بس هذا العام بالذات والأعوام القادمة، خاصة الثلاث أعوام القادمة، رح يكون عام النشر وعام الثقافة وعام القراءة، وخاصة للمواطن العربي. بعد كل هذه الجهود يعني تتوقعين نتائج؟ وفي كمان مبادرة الإمارات عام بالقراءة، كل هذه الجهود يعني ستثمر برأيك؟ هي أثمرت وستثمر. دولة الإمارات من أكثر الدول اللي حريصة على الاهتمام بالعلم وبالمعرفة وبدور النشر، اللي لولاها يعني هي أساس بنشر القراءة وبنشر الكتاب. فالدولة مهتمة، وهذا يشجع. بالضبط، هذا شيء مشجع للمؤسسات وللأفراد. صحيح. وكما قلت حضرتك قبل قليل بأنه دور الأهل مهم جدا كمان بهذا الموضوع، بات في وعي أكثر. يعني ثمت من يقول تفاؤل كثير حلو بموضوع القراءة والثقافة وإقبال العرب على هذا الموضوع. من هنا أسألك، ثمت من يقول بأنه الثقافة، أنا أركز على تغذية ثقافتي ولكن ليس بالضرورة عن طريق الكتاب، إلى أي درجة هنا يجب تنبه أيضا إلى أنه الاهتمام بدور النشر ومحاولة دعمها بشكل دائم، عدم إغفال هذا الموضوع؟ هلأ الكتاب مصدر من المصادر المتعددة والكبيرة جدا للثقافة، ودور النشر مثل ما قلت قبل مصدر أساسي كمان وكبير ومهم، وخاصة الناشر العربي بيواجه تحديات كبيرة وبده من يساعده، وبده من سوء من الحكومات. يعني إذا بننتبه مثلا على الناشر الغربي، الحكومة بتدعمه لأبعد حد، هون في دعم، ولكن الناشر العربي قدامه كتير تحديات، وهو نفسه بيعمل كل يعني الخطوات. كل الخطوات بالضبط، كل طور النشر والتوزيع وكل بيهتم فيه الناشر العربي نفسه، فهو بحاجة لدعم أكبر، والدور النشر هي بحالها مصدر ثقافي كبير بما تملكه من الكتب ومن المعرفة وغيره، يعني من المصادر المعلومات. صحيح. قداش تقرب اليوم؟ أنا مدمنة كتب وقراءة، حتى ريحة الكتب عندي إدمان. صحيح. خاصة الكتاب الورقي له يمكن هيك معزة خاصة. صحيح. وأي شخص بيقرأ بيعرف أنه الورق مهما كان في تكنولوجيا ومهما في سوشيال ميديا رح يضل الكتاب الورقي هو المتصدر. اتفقنا.
في ناس دايما بتعتبر انه ممكن ان تصل لحد السخريه انه بعدك تمسك كتاب، بس صحيح انه لها كثيرا قيمة، صحيح جدا طبعا انه إلى قيمه خاصه صح. موضوع صح. الكتاب وريحه الورق وانه تمسكي الورق قد ايه باليوم؟ هلا اجمالا مع انشغالي بس يعني يوميا لازم اقرا اتليست كتاب، احيانا بقرا كتابين بيوم واحد لهي الدرجة. مع انشغالي بتقولي لي ساعة لا ماكسيموم يوم، يعني حتى بالرغم من اني مشغولة لازم اقرا اتليست صفحة، فالكتاب لا يفارقني بالسيارة بالشغل بالمعرض تحت الطاولة بكل مكان. هون دفتر كتاب ما بيأثر من القراءة. شكرا كثير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. هبة شريف ناشطة بالمجال الثقافي، شكرا على وجودك معنا في الاستوديو.